مع حضور النائب مروان حمادي اجتماع لجنة التواصل، تأكد انضمام اللقاء الديمقراطي إلى فريق 14 أذار في مشروعهم المختلط المنطلق من اقتراح الرئيس بري مع تعديلات، بحيث ينتخب 68 نائبا على الأساس الأكثري في الأقضية 26 الحالية و60 نائبا على الأساس النسبي في المحافظات. حفظ الخصوصية الدرزية في تقسيم جبل لبنان بشعل علي وشوف دائرة، مطلب طرحه حمادي وتفهمه الجميع، وممثلات تيار والتشناق طالبا بالمثل بضم منطقة المدور إلى الدائرة الأولى في بيروت حفاظا على الخصوصية الأرمنية. هذا الاقتراح تبين من بعد دراسة أنه ما في خلافات كبيرة بينه وبين اقتراح الرئيس بري. جورج عدوان وألا عون متفقان على المقاربة الإيجابية وعلى أن المهم عدم اختباء البعض وراء البعض لتطير قانون الانتخاب وفرض قانون الستين. إذا براعي صحة التمثيل حسب ما أنا بشوفها أنا بمشي فيه، ما براعي ما بمشي فيه، وبالتالي ليش بدي أحط عرائيل من الأول؟ إذا قادر شارك بركي منوصل لقانون حسب رأينا براعي صحة التمثيل. فرق أنه عم نناقش من دون أي قيود، لا على أعداد ولا على نسب وعلى تقسيمات، ما عم نحط شروط مسبقة، بهمنا بالآخر النتيجة. إذا النتيجة قريبة على اللي متوخيه من موضوع المناصفة نحن بنوافق عليه، وغير هيك بكون جوابنا سلبي. ممثل حزب الله يرفض توصيف عمل اللجنة بطبخة بحص. في الوقت الذي يبنى التفاهم حجر حجر أو لبنة لبنة كما يقال، لكن بنهاية المطاف هو مرتبط بالتوازنات النهائية التي سيؤول إليها التفاهم، لأنه لا يمكن لفريق أن يعطي الموافقة إلا عندما تكتمل الصورة على نحو كامل. العاشر من الشهر الجاري هو الموعد المقبل لقانون الانتخاب ولانتخاب رئيس للجمهورية، والواضح أن لا قانون انتخاب ولا رئيس إلا بسلة واحدة تأتي من ضمن تفاهم سياسي غير متوافر بعد.